تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. في هذه الحلقه نناقش عوده المخاوف من الاسلاموفوبيا مره اخرى في اوروبا بعد مجموعه من الشواهد. اولا ظهور ونشاط حركه بيجيده في المانيا، وهي حركه مناهضه للمهاجرين بشكل عام وللاسلاميين او للمسلمين بشكل خاص. أيضا حرق 3 مساجد في السويد في وقت واحد، وأخيرا ظهور رواية جديدة أثارت جدلا كبيرا في فرنسا عنوانها فرنسا المتأسلمة، وأدت إلى تداعيات أخرى سنناقشها في هذه الحلقة. في هذه الحلقة أيضا نتابع احتفالات الأقباط في أوروبا أو في العواصم الأوروبية بشكل عام بعيد الميلاد الجديد. تابعونا بعد الفاصل. بدايتنا مع مجموعة من الأخبار. الخبر الأبرز اليوم هو وقوع هذا الهجوم المسلح على جريدة شارل إبدو الفرنسية، والذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا و20 مصاب، منهم 5 من المصابين حالتهم خطيرة. الحكومة الفرنسية أعلنت رفع حالة التأهب القصوى في باريس وضواحيها جراء هذا الهجوم، وبدأت إدانات واسعة تدين هذا طبعا الهجوم الإرهابي، على رأسها الإدانة الخاصة بمصر. مصر وجهت إدانتها على لسان وزير الخارجية سامح شكري، وأعلنت عن وقوف مصر مع فرنسا في مواجهة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تستهدف الأمن والاستقرار في العالم. الجامعة العربية والأزهر الشريف أيضا عبروا عن إدانتهم، والمملكة العربية السعودية أيضا أعلنت أنها تابعت هذا الهجوم وهذا الحادث الإرهابي بأسى شديد. الرئيس الأمريكي باراك أوباما طبعا أدام هو بدوره الآخر هذا الهجوم، وقال إنه على تواصل مع المسؤولين الفرنسيين لمتابعة هذا الحادث. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة من الاتجاه الشمال. هجوم برشاش وقاذفة الصواريخ، خبر أصبح متكررا على شاشات التلفزة ومنشطات الصحف، لكن تلك المرة استهدف صانعي الأخبار أنفسهم، حيث هاجم مسلحون مقر الصحيفة الفرنسية شارل إبدو في العاصمة الفرنسية باريس، وأوقعوا قتلى وجرحى من الصحفيين والشرطة. التحقيقات الأولية أشارت إلى أن رجلين يحملان رشاش كلاشينكوف وقاذفة صواريخ اقتحم مقر الصحيفة في مقرها بالدائرة 11 من باريس، وحدث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وفور الهجوم أعلنت الحكومة الفرنسية استخدام كل الوسائل من أجل كشف واعتقال المهاجمين، ووضعت وسائل الإعلام والمحلات التجارية الكبرى ووسائل النقل تحت حماية مشددة. كما أعلن قصر الإليزي عن اجتماع أزمة، حيث رفعت فرنسا مستوى الإنذار في باريس وضواحيها إلى الحد الأقصى، والذي يعني الإنذار بوقوع هجمات. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان توجه إلى مقر الهجوم وندد بالعمل الإرهابي. هجوم من إرهابي وعمل على قدر استثنائي من الوحشية، وهناك عدة اعتداءات إرهابية أحبطت في الأسابيع الأخيرة. صدى الهجوم امتد خارج حدود فرنسا، حيث أدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الهجوم ووصفه بأنه بغيض. كلكم متضامنون معي في التنديد بالعمل الإرهابي الذي وقع بمقر الجريدة، وكل بريطانيا تقف بجانب الشعب الفرنسي في الحرب على الإرهاب وفي الدفاع عن حرية الصحافة. كما نددت رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل بالهجوم الإرهابي، وقالت إن بلادها في هذه اللحظة العصيبة. الصحيفة الفرنسية الإسبوعية الساخرة سبق وأن تلقت العديد من التهديدات في السابق، منذ أن نشرت رسوما كاريكاتورية تتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم عام 2006، ونفذ التهديد في نوفمبر عام 2011 حيث تم إحراق مقر الصحيفة. لذا تشير التوقعات إلى أنها تعرضت للهجوم لنشرها رسوما مسيئة للرسول مؤخرا.
مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس السيد فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لك أولا سيد فيصل. وفي أي إطار تضع هذا الحادث الإرهابي، علما أنه تاريخ الجريدة يعني تعرضت للحرق كما تابعنا في التقرير مرة قبل ذلك، وكان هذا عام 2011 بعد أن دأبت على نشر رسوما مسيئة للإسلام وللرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ليس هذا فقط، هي أيضا نشرت منذ فترة قريبة رسوما مضادة لأبو بكر البغدادي ولداعش، وهي وهذا ليس غريبا عليها، فهي صحيفة ضد كل الديانات وتعلن عن إلحادها ومعروفة بهذا الإطار، هذا نهجها يعني، وليست جديدة. أما موقع هذا الحادث فيمكن النظر إليه من جهتين. الجهة الأولى هي الحرب التي تخوضها فرنسا على الإرهاب، في شنت حرب في مالي على الجهاديين، وتدعو لشن حرب في ليبيا على الجهاديين، وتشن وتشترك في التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق وسوريا، وبالتالي هي منخرطة بحماس في العمل الدولي ضد الإرهاب، وبالتالي يعني كان من المتوقع أن يتم رد على هذه السياسة، وهذا اليوم واحد من الردود. لكن من وجهة أخرى يمكن النظر إلى هذا الحادث، إلى ما حصل اليوم، بوصفه عمل محترف تم التخطيط له منذ وقت طويل، وليس يعني عمل هواة. الطريقة التي نفذ فيها واضح أنه هناك من كان يريد ضرب هذه الجريدة في الصميم، لأنه اختير يوم اجتماع هيئة التحرير، وهيئة التحرير تجتمع في مكان غير المكان الذي تصدر به الجريدة، وهناك حراس أمنيين لبعض المسؤولين في الصحف موجودين معهم، وأحد الحراس قتل. إذن هناك الفريق الذي اغتال الصحفيين يعرف حركتهم منذ بعض الوقت، ويبدو أنه يرصدهم ويريد معاقبة هذه الجريدة بالتحديد. وبالتالي إذن موقع الحادث اليوم من جهتين، الجهة الأولى هي الحرب على الإرهاب، وهذا واحد من ردود الفعل التي شاهدنا من قبل رد فعل في أستراليا وفي كندا وفي بريطانيا وفي بلجيكا، واليوم هذا الحادث. والوجه الآخر وهو باعتقادي الأهم ربما، أنه المجموعة المحترفة التي نفذت العملية اليوم نفذتها بعد طول تحضير وبالتقصد لتوجيه ضربة قاسمة إلى هذه الصحة. طيب، في المقابل سيد فيصل، يعني هل تتوقع أن تكون هناك ردة فعل داخلية من قبل السلطات الفرنسية تحسبا لهكذا عمليات مستقبلية، إذا كان هذه هي النظرة إلى هذه الجريدة أو إلى موقف فرنسا في قضايا عديدة، يمكن أن يكون بعد التشديد مثلا على الجاليات الإسلامية وربما العربية الأخرى؟ إذا تم التشديد على الجاليات الإسلامية والعربية، وإذا تم الانتقام من الجاليات العربية والإسلامية، فهذا يكون عمل غبي للغاية، لأنه سيصب الماء في طاحونة الذين ارتكبوا هذا الحادث اليوم، وهم أصلا يرغبون في ذلك، يرغبون في أن تكون المجموعة الإسلامية معهم ومتضررة منهم حتى وبمجابهة الدولة. لا أظن أن فرنسا يمكن أن تفعل هذه السياسة. أما بالنسبة لبعض التنظيمات السياسية الفرنسية كاليمين المتطرف الذي يمكن أن يعني يرتكب حماقات ويعزز فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا وأصوار نمطية على المسلمين، فهذا وارد، هذا وارد وكان أصلا موجود من قبل، وبالتالي قد يتسع هذه الأيام. أنا أنتظر من الدولة الفرنسية بعد فترة من الوقت أن تتحدث عن ضرورة عدم الخلط بين المسلمين وبين ما حصل اليوم، خاصة أن ممثلي الجالية الإسلامية المجلس
تمثيلي للمسلمين في فرنسا أصدر بيان عنيف ضد هذا الحادث اليوم. نعم، ولكن سيد فيصل، يعني هل يمكن أن نربط أيضا بين هذه يعني ردة الفعل المتوقعة يمكن أن تكون غير موجهة من مسؤولين أو من يعني من حكومات، ولكن يمكن أن تكون من قبل منظمات أخرى في الطرف الآخر هي متطرفة بالأساس؟ لو ربطنا مثلا موضوع ظهور أو نشاط حركة بيجيدة في ألمانيا أو حرق المساجد في السويد، هذا وارد، يعني يمكن أن يكون وارد وقد ورد من قبل في عدد من الدول، يعني وفي ألمانيا كما تذكرين اليوم ظاهرة من هذا النوع، هناك من يكافحها في ألمانيا وبصورة خاصة الدولة. في فرنسا يمكن أن يحدث هذا الشيء، لا شيء يمنع، لكن يجب أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية، أنه في فرنسا إن حدث هذا الأمر فهو قابل لأن يحتوى ولأن يتم التحكم به، لأن الجالية لأن فرنسا تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، هناك أكثر من 6 أو 7 ملايين، يعني عندك 10%، لكن هنا في فرنسا اليوم كما في ألمانيا مثلا هناك كتاب صادر عن أديب فرنسي، فرنسا المتأسلمة، نعم، اسمه أولباك، هذا الكتاب هذه الرواية ستجد صدى لها أكبر، وهي تحريضية ضد المسلمين وتتحدث عن انتخاب فرنسي من أصل مسلم. نعم. يعني الجدل قائم الآن ويمكن أن يتسع أكثر، لكن هو قابل للاحتواء ولا يمكن أن ينتشر على طريقة حرب في شوارع أو شيء من هذا القبيل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد فيصل جلول الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية. بعد هذا الفاصل نفتح نقاشا أوسع عن نفس الموضوع. نرحب في استوديو الاتجاه شمالا بالدكتور هشام بشير مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بجامعة بن سويف. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. دكتور هشام، حضرتك معنا من بداية الحلقة وتابعت بكل تأكيد متابعتنا لهذا الحادث. أود أولا أن أستمع إلى وجهة نظرك في تصعيد الأمور ضد الجريدة، حتى وإن كانت الجريدة أخطأت من وجهة نظر كثيرين بحق الإسلام بشكل عام في مراحل عمرها المهني، ولكن يعني هو حادث إرهابي بامتياز. بالتأكيد هو حادث إرهابي بامتياز، ولكن يجب أن نلاحظ في البداية أن عندما حدث هذا الحادث فتم إلصاق التهمة بسرعة كبيرة جدا للمسلمين دونما أي تفكير أو نقطة من التروي حول من قام بهذا الحادث. بأي حال من الأحوال يجب أن ننظر إلى الأمور بنظرة موضوعية، هو حادث إرهابي، هو حادث ضد القيم والحقوق الإنسانية بأي شكل من الأشكال، ولكن الاتجاهات كلها أصبحت الآن تركز على أن تنظيم داعش أو أحد التنظيمات المتعلقة بهذا التنظيم الإرهابي هو من قام بهذا الحادث الإرهابي، وقد يكون هذا جزء من الحقيقة، ولكن قد يكون هناك الآخرين من أصحاب المستفيدين. دائما نبحث من هو المستفيد من وراء تلك الأعمال الإرهابية. هو الوصف التقريبي حتى هذه اللحظة للحادث أنه حادث إرهابي منظم، يعني زي ما قال ضيفنا من باريس انه ده بيؤشر انه لابد ان تكون وراءه جماعه فعلا ارهابيه، ما هوش تفكير يعني شخصي او فردي.
يعني دعنا نتفق أولا أن هناك بعض الجماعات الإرهابية التي أصبحت الآن تستهدف بعض المؤسسات وبعض الشخصيات عن طريق ما يعرف بظاهرة الذئاب المنفردة، ولعل هذه الظاهرة كانت موجودة في مصر وفي سيناء في وقت من الأوقات، أن يقوم شخص أو شخصين أو ثلاثة بأحد العمليات الإرهابية الكبيرة. ويمكن التقرير اللي احنا استمعنا إليه كشف إلينا أن كل من قام بهذا العمل الإرهابي هم ثلاثة أشخاص فقط. يعني ده دليل، يعني حتى لو كان في تنظيم إرهابي كبير وراء أو أي حاجة، ولكن من قام بهذا التنظيم ومن قام بقتل هذا العدد الكبير، يعني ده عدد كبير جدا، 12 قتيل وأكثر من 11 جريح، ده عدد كبير جدا. لأن هي جريمة منظمة. بالضبط. يعني هو بيقول لك لا، هو يعني من قاموا بهذا العمل الإرهابي كانوا يعلمون جيدا تواجد اجتماع التحرير في هذا التوقيت، ولذا كان الهدف أكبر أو الضحايا أكبر. طبعا يعني للأسف ان احنا اصبحنا الان ظاهرة الارهاب اصبحت ظاهرة مستفحلة، واصبحت ظاهرة يعني تكاد انها بتصل لكل الدول. وهنا لما مصر قبل كده او نادينا قلنا ان مسألة مكافحة الارهاب يجب ان تكون على المستوى الدولي، لم تجد اذان صاغية من المجتمع الدولي، والدعوات المصرية المتكررة لمكافحة ظاهرة الارهاب اعتقد انها لم تجد الاذن الصاغية. ولكن يجب خلال المرحلة القادمة ان يتم تقنين أو مكافحة لعملية الإرهاب اللي بتجتاح معظم دول العالم. للأسف أن حتى مصطلح الإرهاب نفسه حتى الآن لم يتم أي تعريف أو اتفاق دولي حول ما هو المقصود بالإرهاب، ودي مشكلة أكبر ومشكلة هتواجهنا. يعني يجب أن يكون هناك اجتماع من المجتمع الدولي ومن معظم دول العالم أن تكون في مبادئ واضحة لمواجهة تلك الظاهرة التي يعني استفحلت في معظم دول العالم. ما هم يا دكتور يظنون أنهم بترتيب موضوع التحالف الدولي أو بإقامة تحالف دولي ضد تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية اللي في سوريا وفي العراق، هم بهذه الحالة أو يعني في هذا الوضع هم يحاربون الإرهاب من وجهة نظر المجتمع الغربي. أي مجتمع غربي؟ المجتمع الغربي الولايات المتحدة والمجتمع الغربي هو الذي صنع تنظيم القاعدة، ثم بدأ أن هو يحارب تنظيم القاعدة فيما بعد. المجتمع الغربي يساهم بشكل كبير جدا في تأجيج تلك التنظيمات الإرهابية، ولكن للأسف دائما المجتمع الغربي هو من يكتوي بنار تلك التنظيمات الإرهابية. تنظيم القاعدة صناعة الولايات المتحدة لمحاربة الاتحاد السوفيتي السابق، ثم بعد ذلك تنظيم القاعدة قام بعملية إحداث 11 سبتمبر اللي ستظل نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية. يعني على الأقل هم بيعترفوش طبعا بده، يعني هو التحليلات كلها بتشير إلى ما تقوله، ولكن الولايات المتحدة أو غيرها من الحكومات الغربية لا تعترف بهذا الأمور، حتى وإن كانت كل المؤشرات أو التحليلات بتؤكد على كلام حضرتك. طيب إذا وسعنا دائرة الحديث عن المنظمات المتطرفة في أوروبا بشكل عام، وهنا أشير إلى المنظمة الألمانية بجيدة اللي بدأت فعلا نشاطها يزيد في الفترة الأخيرة، وهي بتحارب بشكل أساسي التواجد الخاص بالمهاجرين وخاصة المسلمين منهم. إذا كانت كل الحكومات عندما أعلنت أنها في تحالف دولي ضد تنظيم داعش هي تفصل بشكل أساسي الإسلام أو المسلمين عن الإرهابيين، يعني وده كان حتى الدعوة اللي تطلقها الولايات المتحدة من أجل انضمام دول عربية إلى هذا التحالف، فهكذا كانت تصرح. لماذا من وجهة نظرك ما زال هناك ظهور لبعض هذه المنظمات المتطرفة؟ يعني دعنا نتفق أولا أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هو حق يراد به باطل. أولا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تطلق على التنظيم اسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يعني وهي بذلك تربط بين الإسلام وبين ذلك التنظيم الإرهابي، واللي هم اللي بيسموا نفسهم كده. يعني هو القصة حضرتك، هو التنظيم الذي يطلق على نفسه هذا الاسم. لا، هو حضرتك يعني حتى التنظيم يعني
الاختصار بتاعه كلمة داعش. يعني حتى التحيز الغربي عندما يجد أي مصطلح يتهم أو يلصق بالإسلام هو يركز على هذا المصطلح دونما الآخر. يعني حتى يعني أقول لحضرتك حاجة، مسألة المعاداة اللي هي موجودة حتى للمسلمين في الغرب دي مسألة ظاهرة جدا، وعلى العكس أي شخص تاني من غير المسلمين زي اليهود مثلا لا تتم معاداتهم بأي حال من الأحوال في المجتمع الغربي، بل أن هناك قوانين تسمى معاداة السامية لتجريم من يعادي أي شخص يعادي اليهود. فدائما المسلمين في محل اتهام، يعني في محل اتهام غربي، وهذا الأمر بينعكس وسوف ينعكس بالسلب بأشكال كثيرة جدا على يعني العلاقة بين الإسلام وبين الغرب. العملية سوف تستمر خلال المرحلة القادمة ولن تنتهي. يعني مسألة الصراع بين الإسلام والمسلمين والغرب هي مسألة مستمرة ولن تنتهي خلال الفترة القادمة بأي حال من الأحوال. لكن هل هو المستجد في هذا الموضوع أنه يمكن أن يكون هناك من ردود الأفعال من قبل بعض المتطرفين المسلمين من الناحية الثانية على نشاط يعني هذه الجمعيات زي ما شفنا النهاردة هذا الحادث الإرهابي؟ يعني واضح أن التعامل أصبح بيأخذ أشكالا مختلفة وأشكالا جديدة، خاصة بالنظر إلى عودة الكثيرين من يحملون الجنسيات الأوروبية من سوريا والعراق إلى هذه الدول. يعني دعنا نتفق أن احنا كمسلمين بنساهم بجزء كبير جدا في مسألة العداء للمسلمين. يعني تاريخيا حركة بيجادة اللي موجودة في ألمانيا تكونت بعد أسبوع واحد من قيام بعض مظاهرات مجموعة من الأكراد في ألمانيا المنددة بسكوت المجتمع الدولي عما يتعرض له الأكراد في مدينة كوباني السورية اللي هي السورية اللي نعم. هي بتضم الأكراد. يعني رغم أن معظم من قام بهذه المظاهرة يحملون الجنسية الألمانية. وهنا المشكلة المعضلة الكبيرة جدا اللي بتواجه المسلمين في دول كتيرة جدا، ان مسألة الانتماء للدولة او مسألة الانتماء للدين، وده القصة اللي واجهت عدد كبير جدا من المسلمين اثناء الحرب الامريكية على العراق. كلنا نتذكر ان كان في عدد كبير جدا من الجنود الامريكيين مسلمين، وجاءت بعض الفتاوى الدينية يمكن من المملكة العربية السعودية ومصر بتقول لهم لا يجب ان تحاربوا في الجيش الامريكي لانكم اصبحتوا مواطنين. احنا عندنا للاسف بعض المسلمين هما السبب الرئيسي في تشويه صورة الاسلام. الاسلام في جوهره يدعو الى الفضيلة والى كل القيم الانسانية العليا، ولكن هناك بعض المسلمين الذين قاموا بتشويه الاسلام واصبحوا عبء على الاسلام اكتر من هم اضافه للاسلام، وده موجودين في كل للاسف في كافه الدول الاوروبيه. يعني هم يتحملون جزءا هم الاخرون. عموما نحن نتابع على الشاشه بعض اللقطات من باريس من موقع الحادث، مقر صحيفة شارل إبدو، تجمعات للفرنسيين في موقع أو في محيط الجريدة. هذا الحادث الإرهابي اللي أوقع 12 قتيلا و20 مصاب. طيب في ألمانيا نفسها في استطلاع للرأي أجرته مجلة شتيرن الألمانية، نتيجته أنه حوالي ثلث الألمان بيعتقدون أنه فكرة أسلمة ألمانيا وأن الاحتجاجات اللي بتقوم بها حركة بغيدة لها ما يبررها. إذن هل الفكر يخرج عن نطاق حركة أو منظمة؟ بالتأكيد، يعني بالتأكيد أن حتى بعض الأفكار اللي طرحتها حركة بيجيدة هي مقبولة في الشارع الألماني، وذلك يرجع إلى حزمة من الأسباب لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض. يعني من الأسباب المهمة جدا أن ألمانيا ومعظم الدول الأوروبية بتعاني في مسألة النقص في عدد السكان. تصوري حضرتك ان النمو السكاني في ألمانيا وفي النمسا وفي سويسرا بالسالب، يعني عدد السكان بيتراجع.
على العكس عدد المسلمين اللي متواجدين في كافة الدول الأوروبية ما شاء الله يعني العدد بيتكسر بمسألة كبيرة جدا. ويمكن مسألة الرواية اللي طرحها الزميل اللي قال إن المسلمين هيحكموا فرنسا يعني سنة 2022 وهي رواية تخيلية، ولكن سوف تجد أصداء واسعة جدا، لأن بعد طرح الرواية بعدة أيام فقط حدث اليوم الحادث الإرهابي الأليم. فالقصة أن مسألة العداء للإسلام والمسلمين سوف تتصاعد بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة. الأوروبيين لديهم بعض التخوفات وبعض الهواجس، وإحنا للأسف بنسكي تلك الهواجس ببعض الأفعال المشينة. يعني كلنا بنشاهد على صفحات وسائل الإعلام ما حدث لمسألة قتل الصحفيين في العراق وفي سوريا. يعني من الحاجات الملاحظة. لا ما احنا يا دكتور برضو يعني احنا فاصلين ما بين ما يحدث في العراق وسوريا، يعني دي جماعات إرهابية. طبعا طبعا انا بقول لحضرتك يعني القصة ان مسألة العداء سوف تستمر، يعني حتى يعني بعض المظاهر الاخرى سوف تساهم في هذا العداء، من ضمنها طبعا صعود اليمين المتطرف في اوروبا. يعني ده احد الاسباب المهمة جدا. اليمين المتطرف نجح في معظم الدول الأوروبية، بل إن اليمين المتطرف نجح في انتخابات البرلمان الأوروبي زي ما حضرتك ذكرتي. بالإضافة لكده إن في دور سلبي بتقوم به معظم وسائل الإعلام الأوروبية والغربية، وهناك بعض الصحف والمجلات المعروفة بالاسم اللي يعني نيويورك تايمز وغيرها بتحمل في طياتها وفي مقالاتها عداء كبير جدا للإسلام. بعض السياسيين الغربيين يعني كلنا نتذكر ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في مسألة أنها حرب صليبية جديدة، نتذكر ما قاله توني بلير عند غزو أفغانستان في 2006 أن احنا رايحين عشان نعمل عملية تغيير للقيم، مش احنا رايحين نغير نحارب الإرهاب أو أي حاجة. نتذكر ما قاله رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بوليسكوني في موضوع أن الإسلام دين لا يحمل في طياته القيم الديمقراطية. كل المسائل دي موجودة من داخل أوروبا، يساهم فيها المسلمين بجزء ويساهم فيها الجانب الأوروبي بجزء الأكبر. وهذا في نفس أي مسلمين يا دكتور يساهموا في هذا الجزء؟ عن أي مسلمين نتحدث؟ لا احنا نتحدث يعني حضرتك لما قلنا حركة بيجادة، لما كان مواطن ألماني بيتظاهر، هو أنا بقول لحضرتك أن هذا المواطن اكتسب الجنسية الألمانية وأصبح ينتمي للدولة الألمانية، يجب هنا أن يدافع عن حقوق الشعب الألماني. يعني هو القصة لأنه بيحمل جنسية بالضبط، يحمل جنسية دولته. ولكن للأسف لما حصل بعض التطورات اللي موجودة في سوريا، يعني قوميته الكردية والإسلامية عادت مرة أخرى، وده اللي أدى لتصاعد أو ظهور حركات بتقول إن خلاص أوروبا دلوقتي سوف تتعرض لعملية هجوم إسلامي أو أسلمت أوروبا. يعني كل القصة إن حضرتك هم بيستفيدوا أو من يعادي الإسلام بالضبط. يعني طيب الآن السياسات المتبعة، سياسات الهجرة واللجوء السياسي مثلا في دول أوروبا زي في ألمانيا أو فرنسا، هل هي مهددة مع تكرار هذه الحوادث بأن يطرأ عليها الجديد من يعني من فكرة تقليل أو إجراءات تحد فعلا من أعداد المهاجرين حتى لو بطريقة شرعية؟ بالتأكيد أن أوروبا يعني خلال الفترة القادمة سوف تتخذ إجراءات حاسمة ضد مسألة هجرة المسلمين بشكل عام، وسوف تكون مسألة الهجرة ليها هجرة انتقائية. يعني هجرة انتقائية سوف تستفيد أوروبا زي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هيستفيدوا بمسألة الأطباء المهندسين النوعيات المتميزة، بل إن بعض الدول الأوروبية دلوقتي أصبحت مسألة الهجرة إليها مسألة انتقائية يعني بحتة. يعني دولة زي أسبانيا بتفرض أن أنت مسألة عشان تهاجر لأسبانيا أو أي حاجة تستثمر بحوالي 500,000 يورو. دولة زي اليونان نفس الحكاية. الدول الأوروبية كلها خلال الفترة القادمة سوف تكون مسألة الهجرة إليها مسألة انتقائية، وسوف تفرض
قيود كبيرة جدا على مسألة الهجرة إليه. وحتى الآن يعني لو كلنا نتذكر والحاجات دي كلها أن المهاجرين الغير شرعيين موجودين في معسكرات للاجئ، يعني معسكرات على الشواطئ الإيطالية أو اليونانية، ولا يسمح لهم بالدخول للدول الأوروبية. فالخطوات الفعلية اللي اتخذتها أوروبا هي بدأت بالفعل، ولكن خلال الفترة القادمة سوف تكون الخطوات أكثر يعني أكثر إيجابية وأكثر حزما على الدول. طيب خلينا نروح مباشرة إلى بروكسل العاصمة البلجيكية، بينضم إلينا من هناك سيد نور الدين فريدي الخبير في الشؤون الأوروبية. تحية طيبة لحضرتك أولا. أهلا وسهلا بك. ردة الفعل الأوروبية التي تتابعها حضرتك على الحادث الإرهابي على مقر صحيفة شارل إبدو الفرنسية اليوم؟ رد الفعل هي الصدمة البديهية أمام كل عمل همجي بربري يستهدف مدنيين أو يستهدف أبرياء في مكان عملهم. حدث اليوم في فرنسا على نطاق واسع وبشع وفظيع، مثل ما حدث وذكر عددا من الأوروبيين بما حدث في بروكسل عندما اعتدى شاب فرنسي له خلفيات، ربما أنه تدرب في سوريا وجاهد بين هلالين في سوريا، وفي مايو الماضي عندما دخل على متحف في بروكسل وأمطر من وجده أمامه بالرصاص. فطبعا هناك صدمة، لا أقول كبيرة، هناك صدمة حقيقية، وهناك خوف حقيقي واستشعار من أن المخاطر التي كان أو يتحدث عنها الخبراء الأمنيون بشكل منتظم، هذه المخاطر أصبحت حقيقية وتجسدت بالنسبة لصحيفة تشارلي إبدو. طيب هو حادث طبعا إرهابي بكل المعايير أو كل المقاييس، ولكن هل من خلفيات من وجهة نظرك على استهداف مقر هذه الجريدة تحديدا، هل من تطور نوعي في استهداف مقار صحفية من وجهة نظرك أو إعلامية أو مؤسسات إعلامية؟ يعني هناك بشكل عام منذ أقله منذ مطلع عام 2013 هناك وعي كبير ملموس لدى كبار الخبراء وكبار المسؤولين الأمنيين، أقله من أعرفهم شخصيا هنا في الاتحاد الأوروبي، بوجود خطر حقيقي يتأتى من عودة المقاتلين الأجانب أو المقاتلين الأوروبيين الذين يتواجدون في سوريا والعراق. نعم. وهم ويعدون بالألاف هؤلاء، وعدد من هؤلاء يمثلون فعلا قنابل موقوتة. وهذا الخطر ماثل، وهناك اجتماعات وهناك لجان متخصصة تتابع، تراقب المطارات، تراقب الحدود، تحاول أن تقوم بخطاب يعني برامج التوعية، ولكن العملية معقدة. يعني إذا طبعا الموضوع يطول يعني يتطلب وقت طويل، ولكن أعطي لحضرتك يعني مثال أن إذا عاد دعنا نقول مواطن أوروبي من سوريا وعاد إلى بلجيكا مثلا، وهذا المواطن تصنفه قوات الأمن من العناصر الخطيرة جدا. فإذا أرادت قوات الأمن البلجيكية أن تراقبه على مدار الساعة فإنه يتطلب عملا ل15 عونا من رجال الأمن، بمعنى أن هناك إمكانيات هائلة تتطلبها عمليات المراقبة والمتابعة لهؤلاء. الآن بالنسبة للجزء من سؤال حضرتك عن شارلي إبدو، طبعا هذه جريدة ساخرة، لها مواقف ساخرة من السياسيين الفرنسيين، من السياسيين الأوروبيين، ولها مواقف ساخرة أيضا من بعض المعتقدات الدينية. ليست المعتقدات الإسلامية فقط، وإنما هي ساخرة بشكل عام. ولكن السخرية شيء والاعتداء وأمطار الناس بكل تأكيد. طيب سؤال أخير سيد نور الدين، لأننا نربط أيضا بين أعمال انتقامية أو أعمال
إرهابية وبين نشاط في الجبهة الأخرى منظمات متطرفة ضد الإسلاميين أو عودة التخوف من الإسلاموفوبيا مرة أخرى؟ يعني مثلا في السويد على سبيل المثال، ما الذي يدعو إلى حرق 3 مساجد في آن واحد مع بداية العام؟ هناك مجموعات متطرفة، ليس هناك من أحزاب سياسية ديمقراطية قامت أو شجعت على هذا الفعل. هناك مجموعات متطرفة في ألمانيا تتظاهر ضد المسلمين وضد الإسلام، وهناك عناصر متطرفة مثل ما يوجد المتطرفون في كافة الدول منها الدول العربية. المتطرفون يوجدون في كل المجتمعات. لكن تعامل السلطات في الدول الأوروبية التي تظهر فيها هكذا جماعات تقوم بأعمال يعني برضو تخريبية ولا تقل يعني برضو أهمية عن أعمال أخرى، التعامل بيكون إزاي؟ التعامل يا سيدتي، أنا أعيش في أوروبا على مدى عقود، والتعامل الأمني مع القضايا الجنائية هو نفسه التعامل الذي يتم في أي جريمة، سواء كان منها حادث سيارة أو حادث إحراق جامعة. لكن هناك فئة في المجتمعات الأوروبية هي أقلية، هي تمثل 10%، هي تمثل 15%، هي تمثل 5% حسب البلدان، مما لا شك فيه أن هذه المجموعات لم تحمل يوما دعنا نقول عشقا خاصا للمسلمين أو للعرب أو للأجانب. يعني لو هم بالأساس هي مجموعات عنصرية، لو لم يجد يوجد المسلمون هنا في أوروبا لوجدوا ضحايا آخرين مثلا من أوروبا الشرقية، من رومانيا أو من بلغاريا. وبالتالي هناك مجموعات متطرفة عنصرية تستخدم الخطابات السهلة والحلول السهلة لتفسير مشاكل المجتمعات الأوروبية. فيحدث أن في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها المجتمعات الأوروبية، فأن الفئات الاجتماعية ربما الأضعف من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية هي بعض الفئات من المسلمين، ولكن ليس كل المسلمين. يعني هناك من الكوادر هنا في بلجيكا مثلا منهم أطباء مصريين وأطباء ومهندسين لبنانيين وكبار الأطباء والمهندسين المغاربة، وكل هؤلاء يعملون ويعيشون في المجتمع، ولكن ليس هناك من إسلاموفوبيا ضد الجالية ككل، هذا غير صحيح. تمام، أشكرك شكرا جزيلا سيد نور الدين فريدي الخبير بالشؤون الأوروبية، حدثتنا مباشرة من بروكسل العاصمة البلجيكية. أعود مرة أخرى للدكتور هشام بشير ضيفي هنا في استوديو الاتجاه شمالا. السويد تحديدا اللي اتحرق فيها 3 مساجد تقريبا في آن واحد أو في فترات متقاربة، هل تاريخ الجماعات النازية المتواجدة في السويد هو اللي أدى إلى هذه النزعة ضد الإسلام أو كل من هو غريب أو مختلف زي الفكر النازي؟ يعني السويد حالة مختلفة من الدول الأوروبية، يعني عدد سكان السويد تقريبا 9.5 مليون، المستوى الاقتصادي من أفضل الدول ذات المستوى الاقتصادي على مستوى العالم، وتتصدر مؤشرات التنمية. عدد المسلمين في السويد تقريبا يعني على حسب بعض الإحصائيات حوالي 900 ألف، بيمثلوا 10%، ولكن للأسف خلال عام 2013 شهد هذا العام 13 اعتداء عنصري ضد المسلمين، وده كان بيمثل تحول كبير جدا في علاقة المسلمين بالشعب السويدي. وزي ما حضرتك ذكرتي، في بداية هذا العام تم حرق مسجد، وفي أواخر شهر ديسمبر اللي فات تم حرق 3 مساجد، وأنا زي ما ذكرت لحضرتك إن في 13 اعتداء عنصري ضد المسلمين. السويد أصبحت في الوقت الحالي وألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا من أكثر الدول الأوروبية اللي بيتعرض فيها المسلمين للأسف لبعض الاعتداءات العنصرية. ده مش مرتبط بمسألة الأحزاب، ولكن هي عبارة عن بعض الحركات الشعبية المناهضة لتواجد الإسلام أو المسلمين ضد أسلمة أوروبا. نعم، طيب سؤالي الأخير هيكون
في إطار الحلول، لأنه الحلول اللي كانت دائما مطروحة هي المؤتمرات والاجتماعات على نطاق واسع ما بين يعني الغرب وما بين يعني شخصيات إسلامية مثلا مع شخصيات من الفاتيكان، حوار الحضارات وإلى ما آخره من مناسبات ومؤتمرات كانت تعقد، ولكن من الواضح أنها لم تنجح في أي شيء إيجابي ملموس، بالعكس الموضوع بيتصاعد من جماعات متطرفة شمال وجماعات متطرفة يمين. يعني دعنا نتفق أن حتى الحلول اللي حضرتك طرحتيها يجب أن يتم تفعيلها، لأنها للأسف كانت كل الحلول المطروحة هي على مستوى النخبة أو على مستوى يعني رؤساء الدول، ولكن لم تكن هناك حلول على مستوى الحوار بين الشعوب. يعني وده يتم ازاي يا دكتور؟ يعني مسألة الحوار بين الشعوب، فكرة ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر، دي مسألة مهمة جدا. يعني احنا بدأنا حتى احنا في اعتقد في مصر مسألة الانفتاح على الآخر او حوار الحضارات اللي كان تم طرحه قبل كده، ثم تطور الى مسألة تحالف الحضارات، دي مسألة مهمة جدا. انا من وجهة نظري الخاصة ان مؤسسة زي الأزهر الشريف يجب ان يكون لها دور، ودور ثقافي ودور ترويري. للأسف انا لاحظت الفترة الأخيرة ان في هجوم، يعني للأسف هجوم من بعض الشخصيات وكبار الكتاب والمفكرين هنا حتى في مصر هنا على مؤسسة الأزهر الشريف، رغم أنها المؤسسة الوسطية وهي المؤسسة التي تدعو إلى الدين الوسط وتدعو إلى مسألة الحوار. فالأزهر الشريف يجب أن يقوم بدور عن طريق البعثات بقى. عن طريق البعثات طبعا. يعني احنا امتلكنا قوتنا، للأسف احنا فقدنا قوتنا الناعمة هنا في مصر بسبب تراجع دور الأزهر الشريف. اللي انا بدعو اليه هو مسألة الحوار مع الآخر، دي مسألة مهمة جدا. وحتى الجماعات المتطرفة اللي موجودة حتى هنا في مصر او بعض الجماعات التكفيرية والإرهابية، فكرة الحوار دي مسألة مهمة. اقول لحضرتك حالة، الحل الأمني في اي مشكلة غير كافي، يجب ان يكون هناك، نتكلم على الارهاب الداخلي يعني. حتى الارهاب الخارجي، يعني مسألة المواجهة الامنية. يعني حضرتك تعرفي ان زي ما ذكر التقرير ان الجريدة دي كانت معرضة للتهديدات، وبالتأكيد فرنسا بقول لحضرتك كانت متخذة اعلى الاجراءات الامنية اللي موجودة. انت حضرتك بتحارب فكر، فالفكر لا يحارب الا بالفكر. يعني حضرتك احنا المواجهة الفكرية هي المواجهة الاهم والأخطر، وهي المواجهة التي يجب أن تتكاتف فيها الجهود، سواء على المستوى الدولي أو سواء حتى على المستوى المحلي هنا في مصر. مواجهة الإرهاب لن تتم عن طريق الحل الأمني، والحل الأمني غير دكتور كافي. وده هيكون سؤالي الأخير، الروافض الأخرى غير بعثات الأزهر، بتكلم على الخارج، ممكن تكون إيه؟ يعني انا من وجهة نظري ان في دور يعني في دور كبير جدا للمثقفين، وفي دور للمفكرين، في دور للبعثات الدبلوماسية اللي موجودة في الخارج، في دور لمسألة الحوار او المؤتمرات والندوات حتى لحضرتك، في دور كبير جدا لفكرة ان يجب ان يكون هناك في العالم فكرة احترام الثقافات والديانات، دي مسألة مهمة جدا، ان يكون هناك ميثاق شرف لاحترام كل الديانات. يعني للأسف مسألة الصراع بين الإسلام والمسيحية واليهودية وحتى الديانات، او مسألة صراع الحضارات كما نادى بذلك سمويل هانتو، اصبحت حقيقة. اصبحنا الان فكرة أن دائما المسلم متهم بالإرهاب في معظم دول العالم، وأن هناك ديانات بعينها تحض على الإرهاب والكراهية. يعني الموضوع محتاج تحرك دولي، تحرك كبير جدا يعني. نعم. أعتقد أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام بشير، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بجامعة بني سويف، شرفتنا يا فندم جدا. شكرا. وختاما نرى كيف احتفل الأقباط في بروكسل اليوم بعيد الميلاد المجيد، وأهم وأبرز أمنياتهم للعام الجديد. أجراس كنيسة القديسة مريم في مدينة لوفان تعلن عن احتفال الأقباط في بلجيكا بعيد الميلاد المجيد،
قداس الميلاد أقيم وسط دعوات وآمال أن يكون العيد بداية لفترة وئام وسلام بين الجميع في مصر وأن تمر البلاد من أزمتها الاقتصادية. الكنيسة صلت من أجل السلام لمصر وأن يكون العيد بداية للفرح لجميع أبناء الشعب المصري. أقباط بلجيكا استقبلوا بفرح كبير تهنئة خاصة بالعيد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، نقلها عنه سفير مصر في بروكسل إيهاب فوزي الذي شارك ولفيف من أعضاء السفارة المصرية احتفالات العيد في الكنيسة القبطية ببلجيكا. كان نص التهنئة أنه بيتمنى لكل أقباط المهجر الخير والسلام والمحبة وأن هم يدعوا من أجل المصريين كلهم، والحقيقة احنا شعارين ان هو رئيس فعلا لكل المصريين، دي حقيقة. لا اولا كمواطن اهم من كسفير، وفعلا الواحد لما بيحضر احتفال هنا في الكنيسة المصرية بيحس انه في مصر، وعشان كده بقول لك هو فعلا في ارتباط كبير ما بين الجاليات المصرية في الخارج والوطن، رغم انها يعني معظمها موجود هنا بقاله سنوات طويلة، لكن في النهاية ما بتحضر الاحتفال هنا اكنك حضرته في مصر بالظبط، يعني ده الشعور اللي بيبقى عند الواحد، واكيد ده شعوري كسفير أن يسود المحبة والسلام بيننا يعني إن شاء الله. قلوب الأقباط في الغربة ارتفعت تضرعا إلى الله، وعقولهم لم تتوقف عن التفكير في مصر ولو طرفة عين، ساجدون خاشعون صلوا معنا القداس داعين لمصر والمصريين بالرخاء والنعمة والسكينة. لو مصر بتأدي الدنيا هيبقى خلاص كل حاجة اتحققت بالنسبة لي وبالنسبة لأهلي وبالنسبة لبلدي. احنا كل اللي محتاجه مصر تبقى قد الدنيا وتبقى احلى من اوروبا، وتبقى اوروبا هي اللي تيجي عندنا مش احنا اللي نيجي عندهم، ده اللي اتمناه. ايه الفرق ما بين هنا وما بين هناك؟ الاهل طبعا اول حاجه، والاصدقاء والجو، يعني بيبقى وسط اهلك والجو والناس والعيله، فرق كبير طبعا. في الغربة يختلف الإحساس بالعيد عنه في مصر، فيما تبقى الفرحة القاسم المشترك بين المعايدين مهما ابتعدت المسافات. مجدي يوسف لبرنامج الاتجاه شمالا، مدينة لوفن بلجيكا. طيب إذا نقل لنا مجدي يوسف مراسلنا في بلجيكا كيف احتفل الأقباط اليوم وأمس بعيد الميلاد المجيد. وبهذا التقرير أختتم معكم هذه الحلقة من الاتجاه شمالا. يمكنكم دائما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك هادينغ نورث دوت إي جي هو العنوان. إلى اللقاء.